السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جيت فيديو جديد كما العادة وبالجديد كيف ما عودتكم. كيف ما كتشوفوا معايا غندير تطبيق لهذه السواقة هذه اللي هي من إبداعي. أنا اللي ترسيتها هذه السلطة هذه، المهم شكل هندسي هو فيه بزاف، ولكن حاولت انني نبدع فيه، حاولت انني نطراسي بهذه الطريقه هذه. اللي بغات تخدمها في شي تقشيطه راه كتجي واعره، كتجي زوينه مع التنبات. طبعا هاد السواقه هذه كتجي من الفوق، من الكتف حتى عند الحزام. اللي بغات تهبطها بتهبطها، هذه كتجي حتى لتحت، يعني كتجي حتى لتحت، كتجي راقيه وزوينه. بغيتكم تتبعوا معايا ان شاء الله الرحمن الرحيم الطريقه ديالها. انا ديجا بديت، ان شاء الله تبعوا معايا باش تشوفوا كل زواقه كيفاش خدمتها ان شاء الله الرحمن الرحيمين. كيف ما كتشوفوا معايا البنات ان شاء الله الرحمن الرحيم تبعوا معايا الطريقه. بالنسبه لهاد الوريده هادي، بالنسبه لهاد الخط هذا كنخدموا بالسلسله، هاد الخط هذا كنخدموا بالسلسله. المهم انا غادي نخدم ان شاء الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كيفما كتعرفوا السلسله ملي كنبغيو نخدموها كنديو يدينا شويه للقدام ونرجعوا لعندنا، غير شويه، غير ديك ديك التحرك ديال المرمل الخفيف. كنديو نجيب مثلا كندير ليها بحال هكا، بحال هكا باش الا جيت ندير الثانيه تكون عندي عامره، بحال كنمشي للقدام ونرجع لعندي. هذيك الطريقه كتجي السلسله عامره وكتكون مفينيه. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على البره باش كنخدم بالبره النمره 90 14، 90 14 طالون غليظ، هذا هو الرقم الحقيقي ديال ماكينه سانجير. كندير نفس العمليه في جوج جهات. كندير التكسكيس في الوسط، ممكن البنات هاد التكسكيس هذا، هاد البلاصه هذه اللي خليتي درت فيها التكسكيس ممكن انكم تخدموا فيها ليزيستخاص ديال الميترو. هادو كنخدموهم غير بالعراض بحال الشكل ديال الاس مشنف. دائما البنات كيف ما كنقول لكم تقلوا يديكم باش تجي الخدمه زوينه ونقيه. هذه وريده صغيره كيف ما كتشوفوا معايا بحال هذه تماما، غادي نديرها صغيره
وغادي نخدم تاني الوريقات بالبريد، وعندي العليفات صغار. ملي كنبغي نخدم هاد الوردة دائما كيف ما كنقول لكم دائما كتشدوا القياس اللي بغيتو في الوردة، يعني القياس ديال العرض اللي بغيتو فيها كتشدوه بركبتكم وما كتطلقوش حتى كتساليو. انا دابا نفيكسي ركبتي على العراض، والمرمى غادي نشد في المرمى ولكن غادي ندور فيها. انا كنخدم وكندور في المرمى وكنشكل الوريضة. كتجيكم الوردة زوينة. عندي هاد الورقة ديال البريد، كيف ما كنقول دائما البنات في الفيديوهات ديالي كنحاولوا نديروا الوردة ديال البريد، الورقة ديال البريد كنحاولوا اننا نديروا ديك الغرزة تكون قليلة ما تكونش عامرة بزاف. وهادي درت فيها 4 من كل جهة، والوسطانية هي الخمسة. هادو البنات غادي نخدمهم عليفات فيها ثلاثة. بالنسبه للبنات السقلي، السقلي صاري هو هذا باش كنطرز، راه بعض المرات كيكون له امبلاج بحال بحال ولكن كيكون الخيط ديالو غليظ، يعني السقلي ديالو تيكون غليظ ما كيكونوش بحال بحال. واخا كتشوفوه رقيق ولكن ملي كتبغوا تجيو تخدموا كتلقاوه غليظ. هذه هي الماركه باش كنخدم. بالنسبه للبنات راه كيسولوني اغلبيه ديال البنات كيسولوني على السقلي، هذا هو بطو، بطو المزيان ما كيكشفش. كنتمنى من البنات يسكريني ومن الفيديو.
بالنسبه لبنات هاد الاقواس هادو كندير الراس يكون رقيق، الراس ديال القوس يكون رقيق، وكنعرض يعني هكا باش تمشيت بهاد الزواقه هادي ليلي انا كنخدم وتنعرف كيفاش غادي نخدمها. البنات كيفاش كتجي؟ كتجي زوينة. المهم حنا كنحاولوا اننا نغيروا شويه، كل مره نغيروا من السواقه باش ما نخدموش كل شيء بحال بحال. شفتوا البنات كيفاش جات؟ جات زوينه. بالنسبه لهادو كنخدمهم غير بالقصط وفصت منهم عليفات. مثلا الا كنت غادي نخدم هاد الزواقه هاد القصط هادو كيمشيو في الحاشيه ديال القفطان، ممكن انك تديريهم في الحاشيه ديال الجلابه، تخدميهم في الجلابه وتنبتيهم كلشي، تنبتي لهم الحاشيه ديالهم بالعقيق ديال الماتسونو. قبل ما نخدم هذوك الاصات كنمشي كنخدم الخدمه اللي كاينه الوسط، يعني الرشيمه اللي كاينه الوسط هذه راه كنخدمها بالعرض وهي مقنطه. عاد كنجي كنخدم العليفه. علاش البنات كندير بحال هكا؟ باش تخرج ليا طريزه مفينيه وزوينه في المنظر. عادي كنرققو في الفوق وكنفورميوه، ومني كنقربو نساليو كنرققوه. البنات كيفاش كتجي؟ كتجي راقيه وزوينه. عندي هاد الورقه هادي عمرتها، يعني عمرتها عشوائي، غادي نجي نعمر عليها ولكن غادي نتقل يدي باش تجيني الورقه بومبي شويه.
درت فيه هاد اللون هذا، خدمت بالمبروم، المبروم اللي درت في الكانيت، يعني مزجت ما بين اللون ديال السقلي وهاد اللون باش يتماشاو مع بعضياتهم، باش ما يكونش ليا داك السورجي في البياض وهذا كيبان شي شويه ما مفينيش في الكمام، وحتى بالنسبه للقفطان ما كيجيش زوين الا خدمتي بالسورجي من تحت، لان كيف ما كتعرفوا القفطان راه كتكون فيه الفتحه كتبان الطريزه التحتانيه كتبان. هذه البنات غادي نخدمها ب سميتو ب اعتذر، غادي نخدمها بالتحرك ديال المرمى، يعني مشنفه. ديال الورده كيف ما كتشوفوا معايا عمرتها بالتكسكيس. لان في الداخل ديال هذه الورده غادي تعمر بالعقيق. كنتمنى ان شاء الله هاد الزواقه هادي تكون مفهومه في الشرح ديالها وحتى في الخدمه ديالها. ان شاء الله كنتمنى التوفيق للجميع. بالنسبه للبنات راه اي معلومه عرفتها ولا اي زواقه كندير عليها فيديو الا وكنشرح عليه، كنشرح يعني كندير داك الشرح اللي هو اللي كيوصل دغيا، يعني الفكره اللي كتوصل دغيا. بالنسبه للرشيمات، اي رشيمه جديده كانت ان شاء الله راه غادي نحطها، وطبعا مع الشرح ومع الرشمه ديالها حتى هي غادي نحطها لكم في المنتدى. كنتمنى التوفيق للجميع، و كنتمنى التوفيق للجميع، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.